بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. يا سادة، بقى عندنا جليس كده، جليس شؤم، حاجة كده ما نحبهاش، وحاجة كده مش من أخلاقنا، بس يبدو أن الجليس ده جليس مع ناس كتيرة، ويبدو أن الجليس ده بيعكر ويوجع قلوب ناس كتيرة. جليس فيه من السماجة ومن الأذى ما الله به عليم. جليس أنا عمرو مش عارف الناس مستحملاه ازاي، بس في ناس مستحملاه وفي ناس بتحبه، واحنا تربينا على ان الجليس ده يجب ان احنا نلفظه ونتركه، بس الجليس ده بقى كتر الايام دي، واحنا عشان كده هنتكلم عن الجليس الرزل ده، الجليس المؤذي ده، اللي هو جليس الشماتة. جليسنا النهاردة هو الشماتة، الكلام عن الشماتة، وازاي ان الشماتة بقت موجودة، واحنا ما ينفعش ان احنا نغمى عينينا، واحنا اهل المحبة واهل اللطف واهل الجمال، ونتغافل على ان الشماتة بقت موجودة. لا، لازم نتكلم عنها، وعشان نقدر نتكلم عنها بوعي وبمعرفة كان لازم نتكلم مع أستاذنا الدكتور طريف شوقي عن الشماتة. أستاذنا الدكتور طريف، أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك السادة المشاهدين، والحقيقة أنت بتختار موضوعات حلوة يا مولانا، مفيد، عشان أنوار حضرتك يا أستاذنا. الله يبارك. خليني أسأل حضرتك سؤال ابتدائي كده، سؤال مفتاحي، إيه الدافع وراء إن الواحد يبقى عنده شعور الشماتة، اللي هو أصلا بيوجع صاحبه وبيوجع الآخرين؟ هو أعتقد الشماتة بديل عن العجز عن المواجهة، العجز عن التعبير عن رأي معين في الشخص اللي هو هيشمت فيه البني آدم ده، لأنه لو كان واجهه وقال له على فكرة سلوكك ده أنا مختلف معاك في كده كان الموضوع انتهى، لكن هو لأنه ما قدرش يعمل ده فبيلجأ لفكرة أنت عارف زي أحلام اليقظة، ما هو مش قادر يشتغل مش قادر يذاكر فبيحلم أنه الأول. صحيح. فيوليوس قيصر كان ليه حكمة مفيدة قوي، يعني مفروض نقولها للشامتين دول عشان نعمل عكس الشماتة. أيوه. ليه الحكمة اللي هو بيقول ان افضل طريقه للاستفاده ممن ظلمونا هي الا نكون مثلهم. صحيح. لو انت كنت معتقد، لكن هي المشكله برضو ان هو معتقد ان الاخر ظلم، لكن يمكن الاعتقاد ده مش دقيق، لان دي هو يمكن سلوكه كان في لزاويه معينه، وبعدين في زاويه يا مولانا مهمه قوي في الموضوع ده. انت عارف الشماته دي بتعمل تحور زي تحور الفيروس الكورونا اللي عمال كل شويه زي الاوميكرون كده، بيعمل تحور في الشخصيه نفسها. ايوه، تحور سرطاني. والله يا استاذنا، وهو ده اللي خلاني بتكلم في الحلقه دي، لان انا لقيت ان الناس الشامتين في مفاهيم تغيرت عندهم لدرجه ان هم بقوا قابلين القبح وقابلين انا اسف يعني، وقابلين الالفاظ القبيحه والالفاظ القميئه، ويقبلوا ان هو يحطوا ايديهم في جثث الموتى بكل اريحيه. اسوء الخوف هنا ايه؟ انت عارف انتشار عدوى الشماته في حتى في مستوى الاسره، ما هو ممكن مراته تضايقه ويشمت فيها لو حصل لها حاجه، وممكن ابنه يضايقه. صح. يعني الشماته بقت سلاح عمال يطلعه ويأذيه زي اللي بيدمن مخدرات، هو بقى أدمن الشماتة. تعرف فكرة، تعال نقول إدمان الشماتة. طب هو سؤال يا أستاذنا، هو شعور الشماتة ده بيريح؟ شعور الشماتة هو استحالة هيريح، لأنه لو كان بيريح كانت الشماتة اختفت. لكن هو طول الوقت زي اللي فيه جرح وعمال يصرخ ويزعق ومش راضي يروح مستشفى. فهو هيفضل يتألم، لكن الألم مش هيخفف الألم. اللي هيخفف الألم العلاج. فاللي هيخفف الشماتة المروءة.
يعني انا في واقعه طبعا انت مولانا في الموضوع ده، بس تعالى نفتكرها انا وانت. عمرو بن هشام اللي هو بين قوسين ابو جهل، اما كان محاصر بيت الرسول عليه السلام قبل ما يهاجر، قالوا له طب انت ما هاجمتش البيت ليه قبل ما يخرج الرسول؟ قال لهم ما عشان العرب ما تقولش حتى لا يحدث العرب. بالظبط بالظبط، يعني شوف يعني دي مروءه. طب هل طب يا استاذنا انا عندي سؤال برضو بيحيرني، هل من الطبيعي ان الانسان يشمت في حد ما يعني شخصيه عامه مثلا هو محدش اذاه، يعني الاذى دوت ما وصلوش بشكل شخصي، هل ده من الطبيعي ومن المعقول ان ده يحصل؟ لا، اصل الشماته هنا بقت سلوك منقوش، يعني هي يعني هو بيشمت في الدايره الشخصيه بتاعته، في الدايره العامه في حد بيوجهه وكل واحد بيعرض، يعني للاسف مثلا واحد يعني ملتزم بدينه لقى واحد مش ملتزم بدينه حصل له حاجه وحشه، ما هو ممكن يشمت فيه، مع ان هو انت عارف احكام القضاء مش احنا بنقول شعار اساسي الوقت عدم التعليق عليها اثناء تداولها؟ صحيح. طب ما هو اللي مده بقى امام القاضي الاعظم، امام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التعليق على هذا، على احكام القضاء دي متداوله الوقت قضيته امام القاضي الاعظم، فازاي في النيابه والقاضي العادي بتاعنا ما بنقدرش نعلق على الاحكام او نتداولها وهو بين يدي الله؟ عشان كده دايما في الاسلام مقوله حلوه، وافضل الى ما قدم. صحيح. ربنا هو اللي بيتولى، وده بيخلينا نقول حاجة تانية يا مولانا، لو كان الجهد اللي بيبذل في الشماتة والتعليق عليها والمناصرين والمعادين ليها كان استبعد، مصر هتتقدم أكيد، لأنه ده كله بيستهلك. أنت عارف الأم تريزا كان ليها مقولة جميلة قوي، طبعا هي خدت جائزة نوبل في الهند. نعم. تقول إذا صنفت الناس سيصعب عليك التعامل معهم. طبعا، لان انت قاعد تبعد ناس تبعد ناس تبعد ناس. طب انا بس عندي سؤال مهم كمان يا استاذنا، هي الشماته بقت موجوده وزادت عند المصريين في الفتره الاخيره، في رايك ايه سبب الزياده دي؟ سبب الزياده ان معكوس الشماته اللي هي المروءه زي ما حضرتك تفضلت، والتعبير عن راي الفرد في سلوك الاخر. احنا لو عبرنا، يعني لو مثلا جارنا ضايقنا قلنا له على فكره ما يا ريت ما ترميش الزباله قدام باب الشقه تاني، انا مش هشمت فيه لو حصل له حاجه بقى، لكن لو ما عملتش ده وحصل له حاجه ممكن الشماته هي البديل، ما انا مش قادر اواجهه. يبقى احنا يا استاذنا الدكتور احنا عايزين زي ما حضرتك تفضلت كده، عايزين ندعي ان ربنا يزود المروءه، وكل واحد فينا يبقى عنده مروءه وينتقل من المروءه الى الفتوه، وينتقل من الفتوه الى الرجوله، عشان نوصل لقوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بالتاكيد. استاذنا الدكتور طريف، انا في غايه السعاده لما بسمع صوت حضرتك ولما حضرتك بتزودنا بركه ونور. شكرا استاذنا.